في أوقات حزننا الشديد يمكننا أن نجد سلاماً عميقاً. من كلمات الملاك في يوم القيامة: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. وإحنا بنحتفل بعيد القيامة بنفتكر إن أهم غريزة وأهم رغبة وأكتر حاجة الإنسان بيسعى إليها دايماً هي إنه ما يموتش. أقوى غريزة جوه الإنسان هي حب البقاء، إن أنا أحب أبقى موجود، إن أنا أحب أفضل عايش، أقوى من أي حاجة تانية عندي. وإحنا بنعيد بعيد القيامة ده إحنا بنفتكر إن الله قال لنا في القديم على لسان سليمان في سفر الجامعة، قال إن هو وضع الأبدية في قلوبهم، حط جوانا الحياة الأبدية، إن إحنا نحيا للأبد، إن إحنا نحيا حياة الخلود، نستمر أحياء إلى الأبد. لكن القصة بتقول إن إحنا باختيارنا، بمزاجنا، برغبتنا الكاملة، اخترنا إن إحنا نموت. لما اخترنا الخطية، لما حصل في جنة عدن إن إحنا كبشر كلنا كنا موجودين في آدم، اخترنا إن إحنا نحيا حياة الخطية، قررنا إن إحنا نعصى الله. على فكرة ده محصلش بس في جنة عدن، ده بيحصل النهاردة وكل يوم. بنختار أسوأ اختيار ممكن نختاره في حياتنا، بنختار الخطية. الخطية هي إن أنا أعيش متمركز حوالين نفسي، إن أنا أعيش لنفسي، لأجل نفسي، لأجل رغباتي أنا بس، لأجل اللي أنا عايز أحققه بس، مش متمركز حوالين الله، مش متمركز حوالين وصية الله، وبالتالي بالنسبة لي مش مهم إن أنا أكسر الوصية. هي دي حياة الخطية. حياة الخطية ما بتعملش اعتبار لله، ما بتعملش اعتبار لوصاياه، لشريعته، بتكسرها. كسر الوصية بيجيب الموت. كسر الوصية، الخطية، العصيان هو اللي بيخليني أموت النهاردة، هو اللي جاب لنا الانفصال الكامل عن الله، وهو اللي بيخلينا نموت جسديا. قبل ما يبقى فيه خطية ما كانش فيه موت جسدي، لكن بعد الخطية وبسبب الخطية بس بقى فيه موت جسدي. الله حط قدامنا الاختيار ده، قاله لنا زمان. موسى قال كده للشعب، قال لهم بالحرف كده: قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. قال كده موسى في سفر التثنية إصحاح 30 وعدد 19، وبعد كده بيكمل لهم وبيقول لهم التالي على طول ده: استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به. هي دي الحياة. الحياة الأبدية ما بتجيش إلا كده. لكن الموت بيجي إمتى؟ لما بختار بنفس طريق الموت. الله حط قدامي طريقين، الله إداني حرية، مش بيغصبني بس حط لي نتائج. عايز تعيش حياة الخطية؟ عايز تكمل في حياة الخطية؟ هتموت، هيستمر الموت للأبد، هتهلك للأبد. لكن لو عايز تلتصق بالرب، لو عايز تحب الرب، هتحيا للأبد. وعلى فكرة ده مش ضد طبيعتنا، ده التصميم الأصلي اللي الله خلقه لينا، إن إحنا بنبقى فرحانين بس بشريعته. الخطية بتدينا بهجة مؤقتة، لكن شريعته بتدينا فرح وحياة. لكن لو فكرت كويس في حياتك النهاردة، وبصيت لحياتك النهاردة ورجعت ودققت فيها، واكتشفت إن فيها خطية، واكتشفت إنك عايش الأسلوب العام بتاع حياتك، توجه حياتك العام مليان خطية، أنا عايز النهاردة أقول لك الرسالة دي. فوق كويس، اصحى. ربما الخطية تكون النهاردة مسيطرة على الحياة، بس النهاردة في قيامة جديدة، في حياة جديدة. قيامة المسيح بتدينا رجاء إننا هنحيا للأبد لو التصقنا بالرب. عارفين موسى قال كده بالظبط: لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك. الحياة الأبدية تتحقق لما بنلتصق بالرب، لما بنمشي ورا، لما بنعيش معاه حياة القيامة الجديدة. يا ترى عندنا استعداد إننا نيجي النهاردة ونسجد قدامه ونقول له: يا رب احنا عايزين نعيش معاك، نلتصق بيك
نحبك. أرفعك أشدوك.